اهلا كثير، اهلا وسهلا فيك باميلا. باميلا سعد ضابط ايقاع، عازف الطبلة. مرقنا على عدد من الآلات الموسيقية اليوم، كان دربكة بده يكون لها مطرح اكيد، وخاصة اذا عم نحكي عن الموسيقى اللبنانية والموسيقى الشرقية. اهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا فيك باميلا. خبرينا قصتك مع الدربكة، مع الطبلة. انا ربياني بقلب بيت كله موسيقى، كل اللي عمي بيعزفوا على آلة الطبلة. مرق ابن عمي لسه دربكته عندنا بالبيت، فاستحليته يعني. يعني بأي عمر؟ عمر تقريبا شي 9 سنين. انت صغيره. فتركها عنا، فجيت بدي اجرب، قلت انه بجرب. عم تلعبي؟ ايه. فهيك بين السنة انا واخواتي هيك نالف اوف ونحكي، يعني بكون قاعدين بالبيت زهقانين، فصرت كل فتره وفتره على عيد الميلاد جيبي يا باميلا الدربكه ندق شوي هيك يعني، مره على مره. بعدين صرت ولد عمي شجعوني، يعني في عندي ابن عمي جوني اللي هو كمان بيعمل هوت طابلات، يعني حتى هيدي الدربكه بيعملهم صناعة سعد بيركشن. عمول مكتوب عليها سعد، فشو بدها اسمك؟ لا كمان صناعة. لا كمان اسمي. كمان اسمي. تاني مات. باميلا. فصاروا يشجعوني ولاد عمي، كل ما يكون في مناسبة يقولوا جيب الدربكة وتعي قعدي معنا ندق، وصاروا يعطوني أربعات، هيك شوي شوي صرنا ندق، بعدين صارت العالم تعرفني، السوشيال ميديا يعني لعبت دور كثير. عم بسألك إذا درستي عندك أساتذة بالبيت يعني؟ فينا نقول. يعني أنا على السمع صرت بس شوفهم، كون معهم على البراكتيك، هي بدها ممارسة. فصرنا شوي شوي تعلمت هيك يعني. طيب بالموسيقى الشرقية عم تقولي كنت قبل الهواء انه صرتي معروفة اكيد على السوشيال ميديا، انت صرتي معروفة كمان، وصبية بتدق على طبلة كمان، شيء هيك جديد يعني. اكيد في صبايا كمان بدقوا على الطبلة بس قليل. انعرفتي على السوشيال ميديا على الطبلة بالشرق بس ولا بتعملي فيوجن كمان؟ بالاثنين، ناو ميكس بين الاثنين، يعني اكثر شيء بيكون في ترندات على التيك توك اكثر شيء، بعمل دويت معهم بندق، وهيك صارت القصص يعني عتنا. بدها تركيز، منا آلة هينة. لأنها ايقاع. لأنها ايقاع. قد ايه بتتمرني يعني؟ انا يعني ما بتمرن، بكون في اغنيه جديده بجرب دقه بدل عليها تزبط معي، خلص وهيك تزبط بيمشي الحال. وشوي شوي يعني صرت اعرف الايقاعات مع البراتيك، بعدين على الفرق اللي تعرفت عليهم صرت دق معهم، اذا في ايقاع مش عرفته يعرفون عليه، فهيك تعلمت هيك مع المجموعه اللي معهم. تعرفت على فرق عبر السوشيال ميديا وين؟ برات لبنان وبقبل لبنان. هن في فرقه سكر بنات، في فرقه بند بنات دقيت معهم اخر فتره، صرنا عم نسافر معهم لبرا بندق بحفلات. حلو. وقد ايه تجاوب الجمهور مع الطبلة؟ هلا هو كبنت اول مرة كان اول فترة شوي صعب، لانه انا المجتمع اللي عايشة فيه ما كان يعني شايفين بيتقبل هيك شيء، بيتقبل انه بنت تدق. بعدين بس انه صار يجيني شغل من وراها، صار انه اف انه بنت وبدق دربكي وهيك، صار في كثير ناس حتى هلا اساتذة لها اولادها بس شافوني انه بتعلموا دربكي. صاروا كل محمسين يتعلموا دربكي. دراستك ما لها علاقه ابدا بالموضوع، ما فتي بعالم الموسيقى كدراسه، بس انت بعالم الموسيقى على طبله وعندك حفلات، ويعني هيدا شغلك، هيدي الكارير تبعيتك. صح، انا اختصاصي عامله علوم اجتماعيه، بس دربكي هي حاليا شغلي بلبنان. شو حلو، شو حلو. فاذا ما اخذتي ولا مره درس بالطبله؟ كل مره تسائل بدي اخذ درس ويجد معي شيء، بعدين اخر شيء تخلص الواحد نصيبه هو يتعلم حاله بحاله. وبعدك تعلمت انه هيك يصير، وبعدك على هالاساس عم تشتغلي وخلص صارت الشغله لإلك هينه، يعني عندك دينه موسيقيه كثير قويه. نعم. اهلا وسهلا فيك باميلا، بتمنى لك كل التوفيق، ورح نحن معك كمان بمعزوفه على الطبله، تفضلي.